يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. فالمسلم العاقل هو من يعلم وهو من يدرك تمام الإدراك ويتيقن تمام اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما ضخمت فهي قليلة، ومهما عظمت فهي حقيرة. دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن يجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع. أنا وصلنا بحضراتكم في حلقة جديدة ومتميزة، حلقة من حلقات العمل الإنساني، حلقة من حلقات العمل الخيري والتطوعي اللي كلنا بنسعى له، وخاصة وخصيصا في الفترة دي، الفترة اللي كلنا محتاجين فيها إننا نساعد بعض، كلنا محتاجين فيها إننا نتعاون على البر والتقوى وننفع بعض. في الحلقة دي عندي ضيفين من أعظم الضيوف اللي أنا قابلتهم واللي هقابلهم في حياتي، ناس فعلا أنا بقتدي بيها. أولا فضيلة الشيخ بهاء الدين خطاب الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، منورنا يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. خبر حضرتك إيه؟ يا مرحبا، الحمد لله رب العالمين. كل الترحيب موصول للسيد رئيس مجلس إدارة جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية الأستاذ مصطفى ندى، منورنا يا أستاذ مصطفى. منورنا والنور بوجودك يا فندم. خبر حضرتك إيه؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. جمعية مصر لكل المصريين في الحقيقة هي جمعية وليدة في عالم الإعلام زي ما قلت قبل كده، ولكن عظيمة جدا في عالم التطوع، عظيمة جدا في عالم الأعمال الخيرية والإنسانية. مش هنتكلم كتير وهنسيب إنجازات مصر لكل المصريين تتحدث عن نفسها، ومجهز لنا دلوقتي تقرير عن الحالات المحتاجة دعمكم والحالات المحتاجة لفضلكم ولتبرعاتكم ولصدقاتكم. نطلع نشوفه ونسمع تعقيب فضيلة الشيخ والأستاذ مصطفى علي. جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. مصر لكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزنت الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية، قطعنا آلاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجودة في النجوع والقرى المحرومة المحتاجة فعلا لمساعدتكم، المحتاجة فعلا لدعمكم. النهاردة موجودين في قرية قداية التابعة لمركز أطفيح، ومعانا حالة من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما إلا وسيط بينهم وبين حضراتكم، بنقرب لكم البعيد وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. ام يوسف. عاش ازاي؟ قولي لنا عاش ازاي؟ والله الحمد لله. بس اعمل ايه؟ معي كام ابن؟ خمسة. خمسة. شغال عليهم في الغطاء. شغال عليهم في الغطاء. اسمائهم ايه؟ يوسف واحمد ودعاء وياسمين وعبد. وعبد. عبد. قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل ايه؟ بدله خمس سنين، مسجون بدله خمس سنين. طيب مين العائل للأسرة دي أو مين اللي بيصرف عليكم؟ أنا شغالة عليهم في الغطان باليومية. شغالة في الغطان باليومية؟ باليومية بروح أجيبها بقى 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا إيه؟ تشتغلي من إمتى لإمتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه؟ تشتغلي فين؟ بتعملي إيه في الغطان؟ بجمع بسلة. بجمع بسلة من 7 الصبح أو 6 الصبح للساعة 5 العصر أو 4 العصر. واسبه متمرمط في الشارع. 30 جنيه. 30 جنيه. هيجيبوا بقى 30 جنيه دول؟ هيجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوك دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. يقدر علي. يقدر علي سعد، بس بص الاطفال دي بس ساعه ما تجيبهم كده بصوا لهم، بص لمنظرهم. وبص احنا عايشين ازاي. عظيم. بص الاطفال دي. والله ابو مزق اديله خمس سنين، والله خمس سنين سايبنا حامل، والله سايبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت عنده خمسه ما شافش ابوه، ومسكون في اخر بلاد المسلمين بعيد، ما يفضل يعيط يقول له ابويا فين؟ وابويا فين؟ وابويا مات عشان انه ما شافوش، والله ما شافوش. ويشوفوا المنظر ويشوفوا اللي انا عايشاه، بس مستحمله وسايبه. احرمهم من مين؟ احرمهم من وراح لمين؟ طلبة من أهل الخير يساعدوني ويبصوا له.
هل حضرتك بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده؟ ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه. الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعني حاليا قدام التلفزيون ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل 4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه. طب انت نفسك في ايه؟ ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك، نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو واشتغل مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيلة وبنام سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيلة وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف، طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجة اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. نفسي ابويا، ازور ابويا، ازور ابويا. نفسي اقعد اتغطى، نفسي انام حلو، ونفسي اقعد تبات حلو كده. اصحابي بيقعدوا قلب الشنطه مقطعه وانا رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي ده جايب شنطه مقطعه، يا ام لابسين شنط حلوه وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ ايوه عايز شنطه حلوه، نفسي اروح له. عايز شنطه حلوه ونفسي ازور ابويا ونفسي انام في بيت كويس ونفسي اتغطى كويس من السقعه. استاذه ام دعاء معانا هنا في قريه تابعه لمركز اطفيح، بتقول انا بشتغل من 6 الصبح الساعه 4 او 5 العصر مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار بفضلكم وبتبرعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معنا وهتشوف احتياجاتها، هتشوف متطلباتها، هتشوفوا هي عايزة إيه مننا بالظبط. لأن إحنا حلقة الوصل اللي بين حضراتكم أهل الفضل وأهل الخير وأهل التبرعات وأهل الإنفاق وأهل الإحسان وأهل الصدقات وبين أهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا أستاذ وفاء؟ غمازة كبيرة، مركز الصف. إحنا بنسجل مع حضرتك دلوقتي إمتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن أو كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انتوا بتعملوه معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطر علينا وجرينا خدمنا عنده، نطره جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجه البيت عشان اول المطر ما نزل على حضرتك جريتي انت واطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي يقول تعالوا ودي يقول تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والنطر كان جامد، كان عليه وقال لك ده سير جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا الف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيره كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، ان ما فيش ان احنا نجيب لها حاجه. والله العظيم يا دي الحق فعلا مش عارفين نجيب لها اي حاجه، وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا.
زي ما قلت لحضراتكم جمعية مصر لكل المصريين، أول ما بننزل أي قرية، أول ما بننزل أي ناجع محروم بنتحرى الدقة كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لأننا احنا أكثر حرصا من حضراتكم على أموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، عشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك إنك تخدم بيه، إنك تساعد بيه، إنك تعمل بيه مساعدة معينة. مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين أهلينا، بنجيب الجنيه بيدفع جنيه مش بنخصم منه حاجة، مفيش حد مصر كل المصريين بياخد منه حاجة. وزي ما قلت لحضراتكم الحالات دي مش محتاجة رفاهيات للحياة زي ما معظمنا بيدور للأسف، الناس دي محتاجة ممكن نعملهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات وكفك جدول. اللي يسمع الفيديو واللي يشوف الفيديو مش لسانه اللي هيتكلم ومش عينه اللي هتدمع، هو قلبه اللي هيتأثر، هو قلبه اللي هينبط. الحالات اللي موجودة معنا في الفيديو كان ممكن وممكن مش كان لا هو ممكن وارد قوي تكون أمنا أو أختنا أو بنتنا. لو حد فيكم يحب أمه أو أخته أو بنته تكون بالمنظر ده يسيب الحالات دي. طيب لو حد مش بيحب الرقم تنزل لنا على الشاشة دلوقتي، نطلع موبايلنا ونصور الرقم ونتصل بمصر وكل المصريين، هيبعتوا لنا المندوب بتاعهم لحد باب البيت، هياخد مننا تبرعنا، هياخد مننا نفقتنا، هياخد مننا صدقتنا، وهنوصلها لحضرتك في المكان الصحيح. ولكن انا مش هكون افضل من فضيله الشيخ بهاء، وهيقول لنا دلوقتي ايه راي حضرتك في اللي شفته، وايه راي حضرتك في الحالات المؤثره دي. الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير سبحانه وتعالى، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والطير تسبحه، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصانا بالفقير ووصانا بالمسكين ووصانا بالتكافل الاجتماعي. صراحة اللي يعني الحالات اللي أنا شفتها، أنا بأشيد وبأنادي جميع الجمعيات الخيرية وخاصة جمعية مصر لكل المصريين الخيرية بالأعمال الخيرية، إن هي فعلا العمل ده عمل التطوعي ويعتبر ده فرض كفائي، يعني الزكاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. صحيح. والعمل التطوع الخيري ده فرض كفائي، يعني لو مثلا جمعية فاضلة زي جمعية مصر لكل المصريين الخيرية قامت بالدور ده بتاخد ثواب المجتمع كله. صحيح. على أساس أنها بتوصل الشيء اللي هو المفروض يوصل من غير أي شيء. صحيح. لأن ده تكافل اجتماعي مطلوب من كل مسلم ومسلم. لو ضربنا نموذج على الحالات اللي احنا شفناها ديت في عهد مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز، سبحان الله ما فيش واحد كان بينام عنده حاجة أو عنده أي شيء. يعني الطفل اللي احنا سمعناه اللي بيقول أنا عايز أكل أتغدى غدا كويس زي بقيت زمايلي، وعن عايز أتغطى غطى تقيل على أساس البطانية اللي بيستغطى بها خفيفة، طبعا دي حاجات يدمى القلب وحاجة يوجع القلب، دي حقيقة فعلا. ولذلك احنا بنقول يا ريت الناس كلها تحط في عقيدتها ان العمل التطوعي الخيري ده من اهم الاعمال، والصدقات ديت لازم نكفل بها الاسر اللي زي ديت بقدر المستطاع. ليه؟ لان ده امر من الله سبحانه وتعالى. حتى احنا لو ذكرنا مجموعه كده من المجاميع اللي قاعدين يتكلموا مع بعضهم، يعني لا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. الصدقه اللي هي لو مجموعة قاعدة تتكلم ربع ساعة نص ساعة وما بيأمرش بصدقة، والله الجمعية الخيرية دي بتعمل عمل تطوعي، طب ما احنا نساهم، طب ما احنا نحط فلوسنا كذا، طب نشوف الطفل اللي هو مش قادر ياكل دوت او مش قادر يستغطى دوت نحاول احنا نساهم معاه. الحاجات دي لازم الانسان يحس بها. ليه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ لنفسه. هي دي، هو ده احنا بنقول. يعني في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جمع الزكاة كلها اتحط في بيت المال، فالاموال كثيرة، فقال للقائمين على بيت المال قال لهم ايه؟ طلعوا للفقراء. صحيح. غطوا الفقراء كلها. صحيح. لم يبيت واحد جائع. بعد ما انغطوا الفقراء قال جيشوا الجيوش، جيشوا الجيوش قد وقد فض اموال كثيره،
قالوا يا أمير قد أموال كثيرة موجود في بيت المال. قال طب زوجوا الشباب، نادى منادي في كل الأمصار، الأمصار الأولويات. فعلا اللي يريد أن يتزوج كل الشباب تزوجهم. قال اخذوا دين المدينين، شافوا الناس اللي عليها ديون قضوا دين المدينين، فقالوا طب شوف أهل الكتاب اليهود والنصارى عليهم ديون أو عليهم أي مستحقات سددوها، سددوا بعض كل المستحقات اليهود والنصارى. بعد كده قال إيه بقى؟ اشتروا حبوب أو قمح وذروه على قمم الجبال حتى تأكل الطير حتى يقول أن هناك طيرا جاع في بلاد المسلمين. الله. فما بالنا اليوم أن فيه طفل اللي هو ممكن يكون ابن وابنك وأخويا وأخوك وابن أختي وابن أختك، ما هي دي أختي في الإسلام. صحيح. مش شرط أن يكون أختي شقيقة، هي أختي في الإسلام مسؤولة عنه وربنا يسألها عنه يوم القيامة. فإحنا بنقوله لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة، ولذلك أمر من الله عز وجل. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموال الصدق تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم تطهرهم وتزكيهم. التطهير ده فعل مضارع. صحيح. تطهر ده فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على استمرار والتجدد والحدوث. صحيح. يعني كل حياة الإنسان ينشغل بكل الناس الفقراء والمساكين. تطهير، تطهير النفس، وتزكيهم يعني نظافة أمواله. صحيح. النظافة أمواله، لذلك لما تيجي دقة اللفظ بتاع القرآن خذ من أموالهم، من هنا للتبعيض. للتبعيض، ان انت مالك ثلاث ارباع مالك، احنا بنقول لك بس ايه ربع العشر 2.5% بتطلعها زكاه مالك، 5% لزكاه الزروع اللي هي بتسقى باجر، 10% للزروع اللي بتسقى مثلا بغير اجر، ميه بالراحه يعني، بتطلع 20% اللي هي زكاه الركاز اللي هي الخمس. اذا الحاجات الامور زي ديت لازم نلتزم بها التزام حقيقي من الواقع، من الواقع. هو ده اهم حاجه، ان احنا لا احنا الادله كثيره، مش عايزين ان احنا نتراشق بالالفاظ. صحيح مولانا. لكن فيه ناس عندها صدق، لذلك انا عايز اقول بس معنى جميل لكلمه الصدقه. الصدقه مصدرها الصدق، كلمه الصدق بمعنى ان الانسان اللي بيطلع الصدقه لازم يكون صادق ان هو بيخرجها لله عز وجل وتكافل خالصة. هذه الاسره خالصه. صحيح. وفي نفس الوقت اللي بياخد الصدقه لازم يكون اهلا لان هو محتاج الحاجه ديت. مستحب. اللي احنا بنشوف بعض الناس اللي هي بتتسول، ربنا يهدينا ويهديهم، لكن يا عم الشيخ طب الناس اللي بتتسول دي نقول لها لا ما تقولهاش اي شيء، انت عندك القدره تديها وانت عارف ان هو عنده امكانيات ادي لها وخلاص ولا شيء. ليه بقى؟ ده نص قراني ان انت ايه لازم تلتزم بالضوابط الشرعيه الصحيحه. ايه هي الضوابط الشرعيه الصحيحه؟ ان انا اطلع الصدقه لله عز وجل. طيب يا مولانا عايز اسالك سؤال دلوقتي، انا مش معايا ادفع 1,005، مش معايا ادفع 10، مش معايا ابني بيت يكلفني 40,000 زي الحاله اللي بتقولي عايز ابني بيت. نعم. معايا 100 جنيه، ربنا هيتقبلها مني؟ شوف اقل شيء الله سبحانه وتعالى، حتى اولا يبتدي بالنيه. النيه ربنا بيقبل الانسان. يعني انا لو نويت ان انا اطلع صدقه حتى ولو 10 جنيه 100 جنيه 200 جنيه ومعيشي بس انوي. صحيح. ربنا بيفتح عليا وبيرزقني يا احنا يا ربنا. اسمع بقى، في عهد سيدنا موسى كان في عام قحط مر به سيدنا موسى وقوم، فجي كانوا وصلوا لان هم مش لاقيين ياكلوا ورق الشجر حتى. فجي المهم ماشي سيدنا موسى في ما بين الجبل كده في الصحراء. مظبوط. فمعاه صاحبه، فصاحبه بشايف كده الجبل عباره عن قطع حجاره بني وحمراء وخضراء. صحيح. فقال يا ربي، رفع فعلا وكهو الى السماء، قال يا رب لو كان هذا الجبل طعاما لو كنت وزعته على مؤمنين بني اسرائيل، على قوم سيدنا موسى. صحيح. فأوحى الله عز وجل سيدنا موسى، قال له يا موسى قل لصاحبك أننا قبلنا صدقة. ما شاء الله. قبلنا صدقة. صحيح. فعلا بالنية بالصدق، انوي بس إن شاء الله رب العالمين وربنا هيفتح الخير عليك. 100 جنيه ممكن صدقة، مش شرط أن يكون صدقة مالية. ممكن عندك ملابس، عندك مصنع، طلع كذا، عندك أي شيء، يعني كلها صدقات عينية هي بتنفع. والجمعيات ديت احنا عارفين ان هم عندهم اماكن معينه ومؤهلين ان هم ياخذوا. ايوه. وده اللي هيقولوا لنا الاستاذ مصطفى ندى، برحم حضرتك من جديد. دلوقتي انا حد من الناس اللي بتسمعها دلوقتي يتاثر بالفيديو، يتاثر بامي واختي وبنتي اللي في الفيديو، ومحتاج يتبرع، محتاج يدعم الحالات دي، المفروض يعمل ايه؟ اولا دكتور طبعا تحياتي لحضرتك، وطبعا انا بتشرف طبعا بوجودي مع فضيله الشيخ بهاء الدين الخطاب، انا بتشرف طبعا بوجودي دايما معاه. موضوع التواصل ده يا دكتور يعني ممكن من خلال الأرقامنا اللي موجودة على الشاشة قدام السادة المشاهدين، وممكن من خلال الصفحة الخاصة بجمعية مصر كل المصريين، ولو في حد حابب طبعا يتبرع بتواصل، وفي مندوبين هتواصلوا معاه وهيبلغوه بأسرع وسيلة وأسهل وسيلة بالنسبة له
انه ازاي يقدر ان هو يوصل تبرعاته لينا. تمام، زي ما قلت للشيخ لفضيله الشيخ دلوقتي انا لو معايا 100 جنيه واتصلت بحضرتك، هل هتبعت لي مندوب عشان 100 جنيه؟ نفسي اشارك، نفسي اخد حسنات، نفسي ادخل الجنه مع الناس اللي عايز ادخل الجنه ومعايا 100 جنيه، ممكن؟ والله يعني طبعا فضيله الشيخ بهاء هو يعني افضل واكرم ويعني علما ان هو يقدر يتكلم في النقطه دي. زي ما احنا قلنا لو انت عايز تتبرع بجنيه، النيه في حد ذاتها ده كده يعني احنا محتاجين نيتك. صحيح. فاللي حابب حتى لو ب 100 جنيه، احنا النهارده يعني التكنولوجيا ما سابتش حاجه، احنا بقى في النهارده وسائل التواصل بقت اسرع مما نتخيل يعني. صحيح. فباقل القليل انت تقدر تسعد يعني مش عاقب طبعا على التقرير زي ما احنا شفنا. فال 100 جنيه بالنسبه لفرد هتكفي شهر، فتخيل بقى يا دكتور. صحيح. يعني ال 100 جنيه دي ممكن تعمل ايه لشخص؟ فاحنا عندنا استعداد وعندنا ناسنا وعندنا مندوبيننا وعندنا متطوعيننا اللي بيقدروا يروحوا اي مكان وجزاهم الله خيرا يوصلوا لك في اي مكان. صحيح. طيب فضلت الشيخ ارجع لحضرتك من جديد، ايه اهميه التبرع؟ احنا ليه نتبرع؟ ليه الغني بيعطي للفقير مقابل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكمل بس الجزئيه البسيطه اللي احنا بنقول، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحيح. من اخلاص سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحب السكر، فكان يحط السكر معاه حتى انه يمشي ما بين الصحابه يوزع عليهم يقول هو ده اللي انا بحبه وهو ده اللي انا املكه. لذلك احنا بنقول اي شيء الانسان بيتصدق به سبحانك يا رب، يعني هو بيحب السكر وسمع الآية بيطبقها تطبيق عملي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. هو بيحب شيء معين بيتصدق به، أنت عندك شيء معين، ولذلك لن تنال درجة البر إلا إذا كان فعلا. إحنا الصدقة ممكن الواحد يطلعها رياء ونفاقا، ممكن الواحد يعمل أي عمل. لذلك مثلا على ضرب المثال، في ناس بتطلع صدقات رياء ونفاق، احنا عايزينها تكون باخلاص، عايزينها توصل لانها توصل من القلب. شوفوني انا عملت ايه. ايوه، ان تبدوا الصدقات، قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمة ايه. تبدوا الصدقات يعني ايه؟ ان الا بس حاله المسكين اللي احنا بنخفيها بس عشان حفاظا على مشاعره. انما لو جبت انا شيء معين عندي ملابس، او والله عادي ابين واصور اقول انا جبت فلان عشان ايه الثاني يكون ادعى انه برضه يتصدق، وانه يبقى حاله تكافل اجتماعي. صحيح. وتصارع في المجتمع عندنا، هو ده المطلوب. بمعنى ان احنا بنقول ايه بقى، يعني اي عمل الانسان بيقدمه لله عز وجل ربنا يقبله. والشيء الوحيد اللي بيتمنى ساعه ما الروح تبقى هنا عنده الحلقوم، انه بيتمنى ان هو الحاجه الوحيده، لا قال بيصلي ولا قال ان انا اعمل اي عمل تاني، لا حج ولا عمره ولا قرأ قران ولا الحاجات دي كلها، قال إيه؟ لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين. اصدق ليه بقى؟ لان طبعا ساعه ما الروح بتبقى عنده الحلقوم بينكشف العلم الغيب عنده كله. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم ايه حديد، يعني ايه شفت كل حاجه قدامك. فشاف الصدقات اللي البسيطه اللي طلعها ال100 جنيه او ال50 جنيه او البنطلون او الجلباب او الملابس. صحيح. او اي شيء عيني طلعتها سبحانه وتعالى بتبقى لها اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. فطبعا ساعه ما بيشوف الامر ده قدامه بيقول لو ارجع بس يا رب فاصدق واكون من الصالحين. صحيح. هناك دلاله اشاره بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل الصلاح في الانسان المسلم بالصدقه وبالزكاه. ما هو ربنا يقول اهو فاصدق واكون من ايه؟ من الصالحين. اذا فعلا الصدقه بتؤدي الى الصلاح، وهي دي قمه العباده بعد الطاعه بعد الصلاه. اتفضل. طيب مولانا دلوقتي في حد بيسمعني، انا خايف على اولادي من بعدي، هو انا ليه ادفع لمصر لكل المصريين؟ ليه ادفع للحالات اللي انا شايفها دلوقتي؟ فلوسي هتقل، فلوسها تنقص، انا عايز امسك في فلوسي، انا عايز احوش عليهم، انا عايز اكسب، جمع الحرام على الحلال. ليه؟ والله هي الحقيقه، شوف الدنيا ساعه اجعلها طاعه. صحيح. والنفس طماعه عوتها القناعه. صحيح. والحرام لا يدوم وان دام لا ينفع. انا احط فعلا ال10 جنيه بطلعها ولا ال100 ولا الازيد ولا الاقل، ده الرصيد بتاعي يوم القيامه وفي القبر وعند خروج الروح وفي ساحه العرض على الله عز وجل، ودي درجتي في الجنه. يعني فضيلة الشيخ بيدعو معانا المشاركة حتى لو بعشر جنيه، على الأرقام دي هتفيد وهتنفع. ده أكيد أكيد، أي عمل تطوعي لله سبحانه وتعالى بيكون سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. بس أهم شيء إحنا بنقول إيه؟ لازم يكون بصدق. وهضرب يعني مثال بسيط. فضل. إن بنعرض الناس بتستهتر بالصدقة أو بالأموال أو المهم، بيبقى في واحد يعني غير صادق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وصيتي لكل واحد يطلع الصدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا بينمها له في الدنيا والآخرة. أما الناس من صدق. أما الناس اللي هي عندها رياء وعندها نفاق وعايش مع الله سبحانه وتعالى يعني إيه بالأرقام،
يعني واحد جه في صلاه الصلوات كلها لقى المساجد حتى زي من اليومين دول كده ومكرره قبل كده لقى المساجد بسيطه، فعمل ايه؟ قام جاي منادي في الميكروفون قال اللي هيجي يصلي العصر معانا هندي له 5 جنيه. المسجد في صلاه العصر تاني يوم كان مليان على الاخر. صحيح. فالمهم جه الراجل من ضمن المصلين قال له احنا خلصنا صلاه وفاتنا 5 جنيه، قال له على العموم انا بص بدل ما اديها لك كل يوم ونقعد بقى نجيب محاسب وحاجات من دي كل شهر ممكن ايه تاخدها مني اجمعهم لك. فصلى قاعد يصلي محافظ على الصلاه في الشهر طول الشهر. جه اخر الشهر قال له هي بقى فضيله الشيخ انا عايز بقى الايه الرصيد بتاعي اللي انا يعتبر انا كده انا واولادي كل واحد 5 جنيه في 30 ب 150 جنيه. المهم قال له يعني انت مستعجل على الاجر الدنيوي والله سبحانه وتعالى هيديك الحسنه بعشر امثالها سبحانك يا رب. قال له انا كنت عارف انت هتقول لي كده ده انا ولذلك كنت باجي لك من غير وضوء. صحيح صحيح. هرجع لحضرتك تاني فضيله الشيخ وسمو مصطفى. هو حد بيسمعنا دلوقتي من اصحاب الشركات، حد مش عايز يتبرع بفلوس، هو بيقول الناس دي انا مش ضامنها، انا عايز اجيب طن سكر اوديه مصر لكل المصريين، عايز اجيب طن رز اوديه لمصر لكل المصريين، عايز اساهم بالحاجه اللي انا امتلكها دلوقتي لان انا مش معايا فلوس او مش متوفر معايا فلوس دلوقتي. هل مصر لكل المصريين تقبل فقط التبرعات النقديه ولا اي نوع من التبرعات؟ اتفضل. والله النقطه دي مهمه جدا يا دكتور، والله انت اثرتها طبعا. انت المقصود بها التجار. طبعا احنا ما ننساش ان على مر التاريخ ان تجار مصر بالذات يعني في المحن وفي الازمات طبعا يعني بيضربوا قروا الامثله طبعا 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 ما كان فعلا في يعني في عجاله شديده يعني بالنسبه لتجارنا الكرام من اهالينا الكرام لما بنتعامل معاهم والله في خلال من خلال السلع اللي بنشتريها عشان نوزعها على اهالينا والاسر الفقيره وبيعرفوا ان احنا جمعيه هم بيتعاملوا معانا بصراحه بكل يعني صدق وبكل كرم يعني بيظبطوا لنا اسعار وكمان بنفوجئ ان احنا بعد ما بنخلص معاهم يعني من فضل الكرم بتاعهم انه بيبتدوا يدونا كميات ده في الفعل والله يا دكتور يعني مش عايز طبعا اصبر بس صحيح. يعني فعلا يعني مش مره ولا اتنين باستمرار على طول يعني اهل الكرم بيتعاملوا معانا بالمنطق ده بنفوجئ ان في زيادات هم بيقول لك ده تبرع مننا للعمل الخير احنا بنساهم معاكم طبعا بعد الخصومات والله كمان صحيح. وطبعا يا دكتور موضوع التبرعات العينيه دي يعني نقدر نتكلم فيها مش 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 موضوع التبرع المادي بس يعني انا كمان يعني الموضوع ده مهم جدا احنا نتكلم وبنقول ان مش للتجار بس لا ده التبرع العيني دوت ممكن يكون من اختي واختك ومن اخويا واخوك ومن بنتي وبنتك ومن الناس اللي قاعدين بيشاهدونا دلوقتي ان حضرتك زي ام دعاء دلوقتي ابنها بيقول انا عايز اتغطى فحضرتك ممكن لو عندك بطانيه تقدر تستغنى عنها يعني ده تبرع عيني حضرتك. الابن الثاني اللي بيقول ان اطفال زمايله بيعايروه ان هو في الشنطه بتاعته مقطعه صحيح. فحضرتك انت شوف انت مثلا ممكن تبدل كام شنطه لابنك في فالتبرع النهارده انت ممكن داخلين النهارده على موسم الصيف بتفتح النهارده الناس بتغير دلوقتي بتعين الشتوي وبتحضر حضرتك الاطفال دي يعني ما عندهاش دولاب يعني عشان تفتح وتغير بالظبط يعني فهنتكلم نقول ايه لا التبرعات العينيه ارقامنا موجوده واحنا مش بنقول التبرع المادي فقط لا اي شيء انت ممكن تكون مش محتاجه في غيرك مستنيه يعني معايا بطانيه زي الاستاذ مصطفى ما قال لنا معايا هدوم معايا شنطه للطفل اللي احنا شفناه دلوقتي وحضرتك مش محتاجها هتتوصل على الارقام نفس المندوب اللي هياخد تبرعك المادي هياخد تبرعك العيني وهيوصله للمحتاج هيوصله للفقير اللي احنا بنجده اللي احنا دايما بننزله اللي احنا دايما بنعمل البحث بتاعنا والاستكشاف بتاعنا. خد بالك مصر خيرها كتير ملايين ملايين ومصر ام الدنيا وهتفضل طول عمرها بيكم انتوا المتبرعين بيكم انتوا اهل الكرم واهل الخير ام الدنيا وقد الدنيا. وكمان ما تنسوش ان خير دنيتنا في جمعيتنا مصر لكل المصريين حاضره في ثانيه تغطي الدنيا ما هو خيرها كتير ملايين ملايين. وسواء كنت فقير او بيه فكلنا والله رجوعنا اليه. هنخرج نشوف الفيديو مره تانيه ونرجع ناخد تعقيب اخر من فضيله الشيخ. لكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين قد الدنيا وزنت الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية وصل لكل المصريين للأعمال الخيرية قطعنا ألاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجودة في النجوع والقرى المحرومة
المحتاجة فعلا لمساعدتكم، المحتاجة فعلا لدعمكم. النهاردة موجودين في قرية القضاية التابعة لمركز أطفيح، ومعانا حالة من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما إلا وسيط بينهم وبين حضراتكم، بنقرب لكم البعيد وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. يوسف الحمد لله. سامي معي كم ابن؟ خمسة. شغال عليهم في الغطاء. شغال عليهم في الغطاء. اسمائهم ايه؟ يوسف واحمد ودعاء وياسمين وعبد. وعبد عبد. قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل ايه؟ مسؤول له خمس سنين. مسؤول له خمس سنين. طيب مين العائل الاسره دي او مين اللي بيصرف عليكم؟ أنا شغالة عليهم في الغطام باليومية. شغالة في الغطام باليومية؟ باليومية وراح أجيبها بقى 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا إيه؟ تشتغلي من إمتى لإمتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه؟ تشتغلي فين؟ بتعملي إيه في الغطام؟ بجمع بسلة. بجمع بسلة من 7 الصبح أو 6 الصبح للساعة 5 العصر أو 4 العصر. وأسيبهم متمرمطة في الشارع. 30 جنيه؟ 30 جنيه. هيجيبوا بقى ال 30 جنيه دول، هيجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوكي دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. يقدر عليه، يقدر عليه سعد، بس بص الاطفال دي بس ساعه ما تجيبهم كده بص لهم، بس بص لمنظرهم وبص احنا عايشين ازاي. عظيم. بس بص الاطفال دي والله ابوه مزق ادي له خمس سنين، والله خمس سنين سيبنا حامل، والله يا سيبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت، عنده خمسة ما شافش أبوه، ومسكون في آخر بلاد المسلمين بعيد، ما يفضل يعاد يقول له أبويا فين وأبويا فين، وأبويا مات عشان إنه ما شافوش، والله ما شافوا. ويشوفوا المنظر ويشوفوا اللي أنا عايشاه، بس مستحمل أبسان. أحرمهم من مين؟ أحرمهم من وراح لمين؟ طلبة من أهل الخير يساعدوهم ويبصوا لهم. هل حضرتك بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده؟ ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه. الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعنا حاليا قدام التلفزيون ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل 4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه. طب انت نفسك في ايه؟ ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك، نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو بس انا مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيله ولا سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيله وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف. طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. نفسي ابويا ازور ابويا. ازور ابويا. نفسي اقعد اتغطى. نفسي انام حلو. ونفسي اقعد. نفس ساعه تبقى حلو كده، ولا اصحابي بيقعدوا قلب الشنطه بقطعوا وانا رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي جايب شنطه مقطعه، يقوموا لابسين شنط حلوه وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ ايوه عايز شنطه حلوه. نفسي اروح له. عايز شنطه حلوه ونفسي ازور ابويا ونفسي انام في بيت كويس ونفسي اتغطى كويس من السقعه. استاذه ام دعاء معانا هنا في قريه تابعه لمركز اطفيح بتقول انا بشتغل من 6 الصبح للساعه 4 او 5 العصر مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنة وكفك جدول،
وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار بفضلكم وبتبرعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معانا وهتشوف احتياجاتها، هتشوف متطلباتها، هتشوفوا هي عايزة ايه مننا بالظبط. لان احنا حلقة الوصل اللي بين حضراتكم اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات واهل الانفاق واهل الاحسان واهل الصدقات وبين اهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف حضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا استاذ وفاء؟ جمازة كبيرة، مركز الصف. احنا مسجل مع حضرتك دلوقتي امتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن او كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطرة جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجه البيت عشان اول المطر ما نزل على حضرتك جريتي انت واطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي قلت تعالوا دي قلت تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والمطر كان جامد، كان علي لو قال لك ده سير جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا الف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله حتى البنت الكبيره كل ما يا من يشتكي ضيق الرزق انفق، يا من يشتكي المرض والالم انفق، داووا مرضاكم بالصدقات. اي حد بيسمعنا دلوقتي الارقام هتظهر قدامنا على الشاشه، معاك الأب، الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، ناس كتيرة من أهلينا بتكون تعبانة، ناس كتيرة من أهلينا بتكون مريضة، وبنجري وبنروح لكتير من الأطباء وكتير من الدكاترة عشان نكشف وعشان نرعي أهالينا دول. طيب إيه رأيك؟ ما جربتش ليه داووا مرضاكم بالصدقات؟ ما جربتش ليه تتصل بمصر وكل المصريين ويبعتوا لك مندوبهم وتدفع أقل من حق الكشف وتشوف دعوة الفقير هتعمل إيه؟ والله وبالله وتالله دعوة من فقير تستطيع يتقبلها رب الفقير، تستطيع أن تغير حال الغني من حال إلى حال. دلوقتي معانا شنطة الحسنات، تستعجبوش، أيوة هي اسمها كده، مبادرة شنطة الحسنات برعاية جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. شنطة الحسنات دي هنعرف منها أكتر من السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مصطفى ندى. أستاذ مصطفى، الناس اللي بتسمعنا حاليا مستعجبة، يعني شنطة الحسنات؟ يعني أنت بتبيع شنطة كيس فيها حسنات ولا إيه؟ والله يا دكتور احنا عندنا حملة اهل الخير. الحملة دي احنا عاملينها اسبوعيا. صحيح، اتفضل. بنجمع حالاتنا وبنجمع الاسر المحتاجة والاسر المعيلة، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي، طبعا الافراد اللي هم العمالة الغير مؤقتة او العمالة المؤقتة دي. احنا عاملين تكلفة الشنطة 100 جنيه، دي خاصة بحملة أهل الخير اللي احنا بنطلعها كل أسبوع للقرى والمناطق الفقيرة. صحيح. الشنطة دي يا دكتور 100 جنيه بنكفل بيها فرد لمدة شهر. 100 جنيه فرد لكل شهر؟ فرد لكل شهر. صحيح. عاملين للأسرة 5 شنط، يعني تقدر ب 500 جنيه حضرتك تتواصل معانا هيوصل لك مندوبنا. حضرتك ال 500 جنيه دي هتكفل بيها أسرة كاملة. هتاكل وتشرب الأسرة دي لمدة شهر. بخمس شنط مواد غذائية لمده شهر. حسنات لمده شهر. وبيقابلنا طبعا حضرتك يمكن نزلت معانا وشفت، يعني احنا بنفوجئ في عندنا مشكله خطيره يا دكتور برضو، موضوع ان احنا بننزل في منطقه بنبقى مثلا رصدين 50 60 اسره نازلين، فبنفوجئ ان اهل المنطقه في ناس مش مسجله معانا، فبنضطر ان احنا نديها يا فضيله الشيخ. يعني لازم نبقى رايحين بناخد زياده، يعني ده معاناه. فيعني احنا طبعا من خلالك ومن خلال طبعا فضيله الشيخ ومن خلال طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بنقول يا جماعه لا، الموضوع صعب، الموضوع كبير، اهالينا محتاجيننا، اهالينا محتاجين نقف معاهم، فيا ريت يتواصلوا معانا، واللي يقدر ولو بشنطه يتواصل معانا. طب هرجع تاني، انا عندي في البيت شاي وسكر مواد غذائيه اللي هي الحاجات اللي انت حضرتك بتعبيها لي في الشنطه دي جاهزه عينيه،
انا عايز البرقه بالشنطه يا دكتور. احنا يعني وطبعا فضيله الشيخ بهاء يبقى يكون افضل مني في النقطه دي. انا يعني احنا كنا بننزل بنشتري السلع دي من التجار، يعني بنفوجئ ان اهالي ناس ناس عاديه يعني زي حضرتك وزي الشيخ بيشتروا خزين مش شهر، يعني انا بنفوجئ ان هو فاحنا كنا يعني انا صادفت واحنا في مره كده بقول له حضرتك انت الخزين ده، ففوجئت ان هو لنفسه. قلت له طب احنا جمعيه وبنعمل، فهو الراجل يعني عارف يعني احرج. صحيح. قلت له حضرتك احنا عندنا شنطه عاملينها حضرتك كده احنا بنعبيها دلوقتي ب 100 جنيه يعني. فهو راجل مشكورا يعني كرم يعني اكرمنا ولكن انا بقول لك ان الناس خايفه. خايفين من ايه؟ يعني الناس خايفه من ايه؟ يعني اظن صحيح. يعني احنا شفنا حالات، ويمكن ده يا دكتور يعني احنا ما رضناش نجيب حالات اصعب من دي. مولانا اتفضل. دلوقتي الاستاذ مصطفى بيقول جمعيه مصر كل المصريين بتخرج اسبوعيا حمله اسمها حمله اهل الخير، واسمها شنطه الحسنات، شنطه مواد غذائيه تكلفتها 100 جنيه بتكفل الفرد لمده شهر، والاسره بنديها خمس شنط ثمنهم 500 جنيه، يعني 500 جنيه المتبرع هيدفعها دلوقتي ويتصل بالارقام دي هتكفل الاسره لمده شهر. لكن الناس خايفه من ايه؟ يعني الناس مش عايزه تدفع ليه؟ خايفه من ايه؟ نعم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صحيح فعلا، سبحان الله. يعني الانسان مش عارف، بعض الناس بتبقى يعني عندها ضيق وعندها يعني انها ماسكه في الدنيا. يا اخي انفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وربنا بيخلف عليك بالحلال طبعا. فاحنا بننادي ونناشد كل الناس اللي هم الاغنياء وحتى الوسط، ان كان عنده اي مال او اي فلوس بيتصدق به للمنافذ الجميله ديت، زي اللي هي جمعيه مصر كل المصريين الخيريه. فعلا اهم حاجه ان هي بتاخد الحاجه ديت الصدقه وبتحطها في المكان المناسب، الناس اللي هي اهلا لكده. لما انت بس بتساهم ب 100 جنيه او 200 جنيه او اي حاجه وتطلع كرتونه زي ديت لاسره، انا شفتهم بعينيا بيبقوا اشد فرحا، زي كان انت جبت له حاجه جوزت بابنه. ليه؟ لانه عايز قوت يومه الاول. يعني هو راجل فعلا زي ما احنا شفنا النماذج ديت محرومين حتى من الاكل اليومي. صحيح. فانا بقول فعلا ايه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صحيح. لذلك ربنا علق يعني ان ربنا يقبل الصلاه ويقبل اكثر العبادات بالرحمه اللي هي للمسكين والارمله والمصاب. يعني في الحديث القدسي الحديث الصحيح يقول رب العزه: انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. اسمع: ورحم الارمله والمسكين والمصاب. سبحانك يا رب. فهي ديت التكافل الاجتماعي، وان احنا نتكاتف مع بعض، وان احنا نشوف الناس الاسر اللي هي محرومه من الحياه اللي هي الطبيعيه اللي المفروض يشوفها. يعني عيل زي ده او كان ابني بيوجع القلب فعلا لما الواحد بيسمع حاجه زي كده. فالمفروض كل الناس ان هي تشارك وتساهم بصدق. ولذلك يعني في واحد من الصالحين اتفضل راى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب الى فلان ابن فلان في مكان كذا وبشره بأنه من أهل الجنة. المهم الراجل الصالح راح سأل، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، فراح يدور على الراجل في نفس المكان اللي شافه في الرؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قعد يبحث عنه، المهم لقى الراجل يعني لا عليه مثلا شيء من الوقار ولا في مبني مسجد ولا صحيح. ولا راجل. فلقاه كده قال له: يعني انت صراحه النبي صلى الله عليه وسلم شفت رؤيا صالحه، ولكن عايز اعرف ماذا بينك وبين الله. انت ايه اللي بينك وبين ربنا؟ انت كنت بتعمل ايه؟ قال له: انا ما بعملش اي حاجه خالص، انا انسان عادي جدا جدا. قال له: لا، في شيء معين لازم تخبرنا عنه. وكان الشيء ايه يا مولانا؟ قال له: صراحه انا بتقاضى المرتب بتاعي، بقسمه نصين، نص مع اسره فعلا بتكفى اليتامى والارمله بتاعتها، فانا نص مرتب بديه لهم والنص الثاني بصرفه. طيب مولانا، عايز ارجع لحضرتك ثاني. دلوقتي حد بيسمعنا حاليا وعنده حد مريض في البيت. نعم. هل لو تصدق للحالات دي، هل لو اتصل على ارقامنا دي على الشاشه؟ نعم. ايه رايك؟ من احب الاعمال الانسان يداوي بها المريض في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقه. احنا ممكن نعالج الناس بالصدقه طبعا. امال ايه؟ ده فعلا من ضمن اساسيات العلاج المريض، ان الواحد يتصدق عليه، لان اصلا الصدقه الله سبحانه وتعالى بيقبلها. ولذلك لما سئلت السيده عائشه: انت لما بتطلع درهم انت بتحطي مسك على الدرهم ليه وتحطه في مكان عالي؟
فسؤال ايه الحكمه في كده يعني؟ قالت لهم انا بحط عليه مسكن لانه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد المسكين. الله. وبحطه في مكان عالي عشان المسكين ياخده كده وعنده عزه نفسه وعنده كرامه. الادب، الاحترام، التعفف. شوف شوف عز ولله العزه وللرسوليه وللمؤمنين، مش الناس اللي بتتسول. يا اخي اقعد في بيتك وان شاء الله ربنا هيبعت لك حقك وهتاكل وهتشرب، وبلا فيش داعي للجشع والحاجات دي كلها، وسيب حق الغلابه وسيب حق الناس المساكين وحق الناس اللي هي فعلا مش قادر يستغطى كويس، ولا قادر طفل زي قادر انه ياكل اكله طبيعيه ولا زي اولادنا وزي كل بقيه المسلمين. هو ده التكافل الاجتماعي اللي احنا بنطالب بيه. جزاكم الله خير يا مولانا. استاذ مصطفى، ارجع حضرتك مره ثانيه، كم اسره في الانتظار؟ كم اسره مسجله في مصر كل المصريين ومحتاجه دعم المصريين؟ مصر كل المصريين ومحتاجه دعم المصريين. بص يا دكتور، انا احنا على مدار الاسبوع احنا بنجمع حالاتنا. احنا دلوقتي قفلنا، مش قفلنا يعني، احنا دلوقتي عندنا في الانتظار في عندنا 3000 حاله، ال 3000 اسره، ال 3000 اخ واخت من اهالينا واحبابنا في جميع محافظات مصر. احنا بعون ربنا بتطلع كل يوم جمعه قافله، احنا قدرنا نوصل لاكثر من 1500 شخص واسره لحد دلوقتي، وان شاء الله متممين ال 3000 نخلصهم ان شاء الله في مدار ال 10 ايام اللي جايين. وطبعا انا بدعي طبعا ان احنا داخلين على موسم رمضان وشهر رمضان الكريم طبعا، وفضيله الشيخ بهاء هيكون طبعا يعني افضل مني ان هو يتكلم في الموضوع ده. 3000 اسره، 3000 فرع، 3000 دعوه، 3000 شنطه حسنات. انا مش هقول لك بادر وسارع، لا، انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي، شوف انت محتاج كام شنطه حسنات. محتاج 10 20 شنطه 30 شنطه، الارقام على الشاشه. عايز تدخل الجنه معايا؟ تعالى تعالى، انا فاتح لك يدي اهو عشان ندخل الجنه مع بعض. تعالى عشان ندخل الجنه بشنط الحسنات، الارقام على الشاشه. اسرع وسارع، والله وبالله وتالله حضرتك موجود قدام الشاشه دلوقتي مش صدفه. حضرتك كان ممكن تجيب قناه تانية، وكان ممكن تجيب محطه تانية. حضرتك كان في حد موجود جنب حضرتك بيسمعنا حاليا وسابك ومشي، وحضرتك ربنا بعت لك الحالات، ربنا بعت لك الاحتياجات، ربنا محتاج نفقة حضرتك، ربنا محتاج تبرع حضرتك، ربنا بيحبك انت وعايز يسخرك انت عشان تساعد، ربنا بيحبك انت وبيرتاح لنفقتك عشان عارف قد ايه النفقة، قد ايه الصدقة، قد ايه الهبة دي هتنفعك، والله هتنفعك. مولانا اتفضل. شنطة الحسنات، والاسم نفسه يعني بيوحلك بايه؟ صحيح. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الله. الشنطه اللي الواحد بيقدمها دلوقتي بتاخدها اضعاف مضاعفه في ساحه العرض على الله عز وجل يوم القيامه. ففعلا بنناشد كل الناس اللي قلوبها طيبه، كل الناس اللي عندها امكانيات تساهم في الشنطه دي، تساهم في الصدقات، تساهم في الزكوات، تساهم في انه يكفل اليتيم، يكفل اسره فعلا محتاجه لاي شيء ولو بسيط، هو الله سبحانه وتعالى هيخلفه عليه في الدنيا يعني قبل الاخره. هي دي: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافش على ال 100 جنيه، تطلعها ربنا يضعفها لك ويزودها لك في الدنيا قبل الاخره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ربنا يتولاهم في الدنيا وفعلا هيخلف عليك بكل عمل بتعمله حتى ولو كان بسيط ان شاء الله رب العالمين. ربنا بيخلفه على كل اصحاب القلوب الطيبه وفعلا القلوب الرحيمه. لازم يكون الواحد عنده رحمه، لازم يكون الواحد عنده كفاله، لازم الواحد يحس فعلا. يعني ايه يحس؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. لازم احس بجاري، لازم احس بالمسكين، لازم احس بالفقير. هو المفروض كده، المفروض احنا يعني ايه يعني الله خير. يعني لا لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. النتيجه بسرعه اهي، الفاء على طول فيضاعفه له، الفاء تفيد التعقيب الفوري. صحيح. فيضاعفه له. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. استاذ مصطفى، قبل ما نختم، للاسف لان وقت حياتنا قارب على الانتهاء، كلمه سريعه واخيره. والله يا دكتور علي، انا بقول لاهالينا الكرام ان احنا عندنا يا اهل الفضل والخير عندنا اسر كتير جدا، عندنا حالات معيله، عندنا ارامل مطلقات، عندنا حالات ايتام. احنا طبعا بنسعى، احنا عندنا يا دكتور برضو دي حاجه بنقولها، عندنا 150 حاله يتيمه، بنحاول ان احنا بنسعى مع اهل الخير ان نكون احنا نتكفل بيها ان شاء الله، هيتجوزوا بعد رمضان. فاحنا بنسارع طبعا مع اهل الخير، ومن هنا بنقدر نقول يا جماعه ارقامنا موجوده، اللي حابب يشارك معانا في الخير ويساعد يا ريت يتواصل معانا وان شاء الله خير. جزاكم الله كل خير. بشكر حضرتك فضلت الشيخ، نورتنا وشرفتنا. بشكر حضرتك يا استاذ مصطفى، ربنا يبارك فيك. من ضمن الحاجات اللي انا حابب قبل ما اختم انوه لحضراتكم عليها، انتوا عارفين انا ليه نزلت بنفسي
النزول الميداني وعملت التقرير بإيدي علشان برنامجكم وعلشان شاشة قناة الصحة والجمال تفضل دايما رمز للمصداقية ورمز للصدق. الصحة والجمال كانت دايما موجودة معنا بالصدق. أنا عايز أقول لحضرتك كل جنيه بتدفعه مع مصر كل المصريين والأرقام تظهر تاني على الشاشة بيوصل والله للأهالي دي جنيه، مفيش حد بياخد منه حاجة ومفيش حد بيجتزئ منه حاجة. وعلشان أقول لحضرتك أنا شريكك في الخير، علشان كده لازم أجيب لك الحالة المستحقة، لأنه أنا لازم أجيب لك الحاجة اللي تنجحك والحاجة اللي تخليك تاخد حسنات أكتر، علشان أنا شريكك وعايز أخد معاك حسنات. وقبل ما أختم، مصر الكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزينة الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين، خير دنيتنا بجمعيتنا مصر الكل المصريين، حاضرة في ثانية تغطي الدنيا، ما هو خيرها كتير ملايين ملايين. أشوفكم على خير، حلقة جديدة وإنجازات جديدة مع مصر الكل المصريين. كنت معاكم علي حمدي، سلام عليكم.